مع المستشار مرتضى منصور عقب مجدي يوسف من امبارح عشان نقدر نعرف موقف نادي الزمالك في اجتماعات امبارح والنهارده. الدوري العام الدولة خلاص في قرار متاخد، ولكن نقدر نعرف بعد شوية المستشار مرتضى منصور. ولكن إلى الزميل مجدي يوسف، مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد. النهارده عندكم اجتماعات امبارح والنهارده في بروكسل؟ صحيح، يعني هي الاجتماعات احنا بقى لنا من يوم الاثنين، اثنين وثلاث واربع بصوره متواصله. بدات باجتماعات وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي، والنهارده اجتماعات وزراء دفاع الناتو، وشارك في اجتماعات وزراء دفاع الناتو المنسق الاعلى للسياسه الخارجيه والامنيه الاوروبيه المشتركه جوزيه بوريل. وفي الحقيقه ان يعني الاجتماعات، خليني اقول لحضرتك ان اجتماعات وزراء الدفاع كان فيها محاوله نصب فخ للاوروبيين من قبل الاتراك. الاتراك حاولوا ان هم يجروا الاوروبيين للناتو بحيث ان يبقى في شراكه ما بين الاتحاد الاوروبي وما بين حلف شمال الاطلنطي في عملية إيريني في البحر المتوسط. ولكن في الحقيقة يعني طاقة قوية جدا النهاردة لأردوغان من قبل الاتحاد الأوروبي. جوزيف بوريل قال صراحة: نحن نبحث مع حلف شمال الأطلسي التعاون في ملف إيريني أو في مهمة إيريني في البحر المتوسط، وليس شراكة حلف شمال الأطلنطي. ليه انا بقول ان هو فخ؟ لان في حاله ان كانت هناك شراكه ما بين الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلنطي، شراكه في موضوع او في عمليه ايريني اللي هي العمليه البحريه والجويه المسؤوله عن تفتيش السفن اللي بتورد اسلحه ليبيا وتحديدا السفن التركيه، لو كان هيبقى في شراكه، بما ان تركيا عضو في حلف شمال الاطلنطي فربما كان يبقى في استثناء بهذه السفن بصفتها احدى الشركاء. ولكن الاتحاد الاوروبي اعلنها صراحه وكان الكلام واضح: لا نبحث شراكه مع حلف شمال الاطلنطي، لكن نبحث تعاون. واعتقد ان دي كانت صفعه قويه جدا جدا لاردوغان، لان الوضع اصبح يعني غير محتمل. والاوروبيين زي ما احنا اتكلمنا عن الموضوع دوت من كام يوم، الاوروبيين ما بياخدوش قراراتهم ومش متسرعين في قراراتهم لاسباب لوجستيه ولاسباب ان هم دول كثيره ومصالح خارجيه وما الى ذلك، ولكن عندهم دايما استراتيجيه وهدف، وعندهم دايما برنامج لقدام. كان واضح ان لازم الرساله توصل النهارده للاتراك وتوصل لكل من يدعم اردوغان بان القصه هتقف هنا، وان اردوغان مش هيكون ليه قدم او هيقدر يستولى على مقدرات اقتصاديه ليست له، ومش هيقدر انه يتلاعب بدول الاتحاد الاوروبي، لان اليونان بالنهايه هي دوله في الاتحاد الاوروبي، قبرص هي دوله في الاتحاد الاوروبي، تركيا كانت مرشحه لنيل العضويه وكان في مفاوضات، ولكن